أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا الشيخ صالح يقول هذا: لهم والد مريض منذ سنوات وفي غيبوبة، وقد أتوا بخادم يجلس عنده. يقول: الأولاد والبنات مشغولون في أعمالهم وأولادهم، بماذا ينصح الشيخ في ذلك؟ نعم، ننصح لهم أن يبروا بوالدهم، لأن هذا واجب عليهم، لا سيما عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. فيرد السلف الذي أسلفاه له، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيتذكر أنهما ربياه صغيرا لا يستطيع أن يعمل لنفسه أي شيء، طفل صغير في المهد، من الذي رباه؟ من الذي اكتسب عليه؟ من الذي غذاه؟ إلا الله جل وعلا ثم الوالدان، وصبر عليه. إذا بلغ أحدهما، بلغ الكبر كلاهما أو أحدهما، فإنه يتذكر أنه كان طفلا صغيرا وقام بتربيته، فيخدم والديه ويصبر على ذلك. وإذا جعل خادما ينوب عنه ويكون هو ملاحظا من ورائه جاز هذا، ولكن كونه هو الذي يغتنم الأجر ويتولى هذا، فإن هذا لا شك أنه أنفع له وأحسن له. أما أن يضيع والده أو يضعه في المسنين، في دور المسنين، أو فهذا عقوق، والعياذ بالله، هذا عقوق. الذي يضع والديه في دار المسنين هذا عقوق له وإنكار لجميله، وهو محاسب عنه يوم القيامة. نعم، جزاكم الله خيرا.